سائل يسأل عن السجود للصنم، هل هو من الأمور المحتملة؟ يقول السجود للصنم هل هو من الأمور المحتملة؟ المحتملة؟ نعم يا أخي، ما لنا إلا الظاهر. اللي يسجد للصنم مشرك، نعامله معاملة المشركين، ولا نقول وش ناوي، ما هذا منين جانا التفصيل هذا؟ نقول الذي يسجد لغير الله من صنم أو غيره فهو مشرك، نجري عليه أحكام المشركين. نعم.